من القاهرة لكم تحية دائما مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة وموضوعات جديدة نتابعها معكم بالنقاش والتحليل لنتعرف كيف تبدو مصر في هذا المساء من خلال بعض المتابعات الإخبارية وأيضا طرح بعض القضايا للنقاش. البداية كما تعودنا دائما جولة الأخبار والتي نحاول من خلالها أن نتعرف على أهم ملامح الأحداث خاصة في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة وأيضا تجمع الشعبين في البلدين. في اجتماع حول استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج ده في موضوع آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بهذه الصناعة ووضع تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد أحمد عبد العزيز القطان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير أحمد القطان سلم رسالة خطية للسيد الرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والإعراب عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود المصرية السياسية والدبلوماسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية حفاظا على المصالح القومية المصرية، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين والمسيرة الحافلة والممتدة من العمل المشترك والتنسيق المكثف على كافة الأصعدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا سيادته الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار وأمن المنطقة العربية، ومعربا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير أفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلا عن تدعيم أواصر التضامن العربي والإسلامي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وكذلك المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني. شهد الاجتماع استعراض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج لا سيما من حيث تطوير المحالق والتجهيز والتصنيع، خاصة وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية. كما تم خلال الاجتماع عرض خطط تطوير مصانع ومحالق قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام وكذلك هيكلها الحالي ووضعها المستهدف من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك للمساهمة في توفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس. في شأن المصري أيضا، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد سعي الدولة المصرية للتوسع في التعاون مع الشركات العالمية فضلا عن اجتذابها لإقامة مشروعات تتماشى مع أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية.
هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع مدبولي عقدوا لمتابعة جهود توطين صناعة السكك الحديدية والمترو في مصر، حيث طرح وزير النقل تفاصيل عرض قدمته شركة بومباردي العالمية، تبدي خلاله الشركة استعدادها لبدء إنتاج خط المونوريل الذي سيتم تنفيذه للربط بين إمبابة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك في مصنع تقوم الشركة بإنشاؤه في مصر لإنتاج كل مستلزمات السكة الحديد والمترو. وزير النقل أشار أيضا إلى أن الشركة أعربت عن تطلعها للمشاركة مع القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يسعى لتغطية الاحتياجات المصرية وإيجاد أسواق للتصدير للبلدان الإفريقية انطلاقا من التواجد في مصر. متابعة إخبارية أخرى نبقى خلالها مع أخبار مجلس الوزراء، وتحديدا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر بيانا توضيحيا سلط خلاله الضوء على حصاد قطاع الطيران المدني على امتداد عام 2019. أشار المركز الإعلامي في هذا البيان إلى أن القطاع تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، مما أسهم في احتلال القطاع مكانة متميزة في ظل الشركات والمؤسسات الدولية المتنافسة. أبرز البيان أيضا تطوير ورفع كفاءة سبعة مطارات، حيث بلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوي حوالي 305 مليون دولار، في حين تكلف إنشاء شبكة أقمار اصطناعية ل 22 محطة أقمار صناعية وثمانية خطوط مايكروويف لتأمين سلامة المجال المصري، تكلف كل ذلك حوالي 10.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية. معنا في هذه الجولة بعض المتابعات الإخبارية التي تتابع جانب من أخبار القوات المسلحة المصرية، حيث تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة في شمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش. كذلك التقى رئيس الأركان عناصر تأمين شمال سيناء، حيث أشاد بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. فريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء. كما التقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيا، والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء. كما استمع سيادته إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم في مختلف المجالات، وطلبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مشيدا بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلون لحماية مقدرات الشعب المصري. وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديرا لأدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. للمزيد من المتابعة أدعوكم للترحيب بضيفنا الكريم الذي انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، سيادة اللواء ناجي شهود مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بك سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، اهلا بسيادتك وزملاء العمل في الاستوديو، اهلا بالمشاهد الكريم عبر القنوات. اهلا بك. واذا ما بدانا بالدلالات التي يمكن ان نتوقف امامها من خلال هذه الجوله التي قام بها السيد رئيس الاركان ولقائه عددا من عناصر التامين في بعض الارتكازات الامنيه في سيناء. طيب تسمح لي بس في البدايه، عشان انا عارف ان في قنوات كتير اجنبيه
بتنقل عننا البيانات وبتبثها على المشاهدين. انا بطلب حذف كلمه الاكمنه من اي بيان، لان كلمه كمين في ترجمتها الانجليزيه تعني امبوش، وامبوش ده اعلى وسائل التدريب واعلى درجات التدريب. فيتقال اما بعد كده بيجي بيان يقول لك ان حصل كمين مش عارف يتهاجم وفي خسائر ايه، يقول اذا كان الكمين اعلى درجات التدريب بيحصل فيه كده، امال بقيه القوات المسلحه المصريه شكلها ايه؟ هي دي مش كمائن، هي دي نقاط تمركز ونقاط سيطره على الطرق والمحاور الرئيسيه. دي اول نقطه، ويهمني المشاهد يسمع معايا ويفهم، لان احنا دورنا كلنا اللي عنده حاجه ينقلها للتاني، وبالذات ان كان فيها مصداقيه كامله. متفقين يا فندم؟ تمام سياده اللواء، يعني اتمنى انه ما يعنيه الامر يكون سمع حضرتك. الله يبارك فيك. وتعاد صياغه البيانات على النحو اللي حضرتك اشرت اليه. الله يبارك في سيادتك. النقطه الثانيه، احنا كعسكريين مرور القاده واللقاء المباشر بين المستوى الاعلى والمرؤوس شيء رائع جدا ومهم جدا. ليه؟ خد بالك ان السيد رئيس الاركان ضابط قوات مسلحه له سنين تجاوزت 30 سنه. في ملايين الاف من ساعات الخبره في ذاكرته وفي ضوابطه. اما بيشوف لقطه ممكن تكون هي مرت عليه لوحده، اللقطه دي تديله انطباع انه يدي بعدها تكليفات ومهام تؤمن الافراد وتؤمن تنفيذ المهمه اللي مطلوبه من القوات المسلحه. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه، رئيس اركان او السيد الوزير هو همزه وصل ما بين القياده السياسيه والدنيا فيها ايه داخل مصر وبره مصر، بعيدا عن الحياه العسكريه، والانسان والمواطن اللي موجود على خط النار، اللي موجود مقدم روحه ليل ونهار وجاهز الصبح يقول انا فداك يا مصر، وبالليل يقول انا فداك يا مصر، وهو يعلم انه ذراع الشعب المصري. خد بالك الجندي اللي على في سينا ده عنده حرص واصرار شديد، واقسم يمين الله ما هيعدي الارهاب قناه السويس ابدا، الارهاب احنا حاصرينه في هذه المنطقه وبطهر وهنضف عشان يدخل بعد كده المعمار والتعمير والاستثمار ان شاء بفضل الله، ونحط هذه الرقعة من الارض في مكانها اللي اتنسبها. همزه الوصل ما بين فبريس اركان او القياده السياسيه والمقاتل دي بننقل النبض لبعض. الناس المقاتلين بيفهموا الدنيا فيها ايه، وفبريس اركان بياخد روح الناس ويفهم ارواحهم ايه، وبينقل هذا النبض يطمن القياده السياسيه. خد بالك القياده السياسيه او رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، مسؤوليته مباشره ما فيهاش هزار عن كل جندي على خط الجبهه. ثم الحياه بقى الاجتماعيه، انه يتناول وجبته معاهم، ياكل لقمته معاهم، يقرب من عسكري يسمعه، يطرح قول عندكم ايه؟ قولوا اللي عندكم. خد بالك اتعلمنا كتير قوي في فتره من 67 تمام، يعني ناخد الحلول وناخد افكار من فالجوله دي دكتور. الجوله دي اجمالا ومعذره لضيق الوقت ربما يكون ليها يعني دلالات مهمه في الجانب المعنوي والجانب التدريبي او الجانب الميداني. ايوه ده صح التعبير. جدا جدا زي برافو عليك. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء، ودايما نسعد بتواصل حضرتك معنا سياده اللواء ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه. وزير الخارجيه سامح شكري في تصريحات له اليوم اكد ضروره تضافر جهود الدول الافريقيه لمعالجه القضايا والتحديات التي لا تزال مطروحه على الساحه القاريه. هذه التأكيدات جاءت ضمن كلماته التي ألقاها اليوم خلال رئاسته للدورة العادية 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تستمر لمدة يومين. تناولت أيضا الاجتماعات العديد من الملفات أبرزها الملف الليبي والإرهاب، وأيضا أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته والتقرير الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. نتوقف قليلا مع هذا الموضوع ايضا المهم، تفاصيل اكثر نتعرف عليها من ضيفنا الكريم الذي ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره، الاستاذ الدكتور رمضان قراني رئيس تحرير مجله افاق افريقيه. اهلا بك يا دكتور رمضان. اهلا بك يا فندم. طبعا احنا ايام قليله تفصلنا عن القمه الافريقيه، اعتقد انها تكون 9 و10 فبراير اعتقد. نعم.
ما جاء في هذه الاجتماعات وكلمة معالي وزير الخارجية، هل من نقاط مهمة يجب أن نلتفت إليها ونلفت الأنظار إليها، خاصة كما أشرت في المتابعة الإخبارية أو هذا الخبر أنه جملة من الملفات أو الموضوعات الغاية في الأهمية طرحت في مقدمتها الملف الليبي والإرهاب، فضلا عن البحث في نشاط الاتحاد الإفريقي؟ نعم، اسمح لي، بطبيعة الحال الاتحاد الأفريقي له آلية منضبطة ومنتظمة لاجتماعات القمم، بداية من اجتماع المندوبين الدائمين لدى الاتحاد، اليوم انطلاق وزراء اجتماعات وزراء الخارجية وصولا إلى القمة على مستوى القادة ورؤساء الوزراء في 9 و10 من فبراير القادم. صور الثلاث ملفات الأساسية التي أشار إليها السيد وزير الخارجية هي تلخص بشكل كبير الجهود التي بذلتها مصر خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي الرئاسة الدورية في 2019. ملف الإرهاب أنا في تصوري ربما من أهم الملفات التي اطلعت بها مصر، والأهم في تصوري ما يمكن أن نسميه الرؤية الشاملة للظاهرة الإرهابية في القارة الأفريقية، حيث تبنت مصر الرؤية المقاربة الشاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، بمعنى أن مكافحة الإرهاب ترتبط سياسيا وأمنيا واقتصاديا وتنمويا، وبالتحديد البعد التنموي أحد النقاط والركائز والأليات المهمة لمواجهة الظاهرة الإرهابية. بل أهم في ذلك في تصوري حينما ركزت مصر على منطقة مهمة من أحد المناطق الملتهبة إفريقيا وهي منطقة الساحل والصحراء، وشرعت في تدشين مركز الاتحاد الإفريقي للتدريب الشرطي لضباط دول الساحل والصحراء، وبدأت في دورات تدريبية ونماذج محاكمة على العديد من الدول في قاعدة محمد نجيب. إذن أنت تقدم نموذج عملي لمكافحة الظاهرة. أيضا حينما ربطت بين التنمية والأمن أو التنمية المستدامة والأمن في القارة الأفريقية، وتم تدشين منتدى أسوان للتنمية، بعده استضافت مصر مقر الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، باعتباره أبرز وأهم الملفات، لأن القضية بالأساس ليست قضية إنهاء نزاعات أو صراعات سياسية أو حروب أهلية في بعض الدول. بهذا المنطق أنت أمام عدد محدود جدا من القضايا، لكن إعادة الدول مسألة في غاية الأهمية، وخاصة فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية في السياق الإقليمي والدولي الراهن. نعم. الملف الثاني تصوري لا يقل أهمية بل مرتبط به، هو ملف الإصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد الأفريقي. وهنا طلعت مصر أكملت المهمة التي بدأتها رواندا وتكملتها بشكل كبير في العديد من المناقشات، وأنا أعتقد أن هذا الملف أفريقي انطلاقا من العديد من المتغيرات. المتغير الأول في تصوري هو موقع الاتحاد الأفريقي في اللحظة الراهنة كأحد المؤسسات الإقليمية الفاعلة، لكن ولدينا بشكل كبير، لكن الموضوع ده تحديدا دكتور رمضان ربما يعني أثير في أكثر من مناسبة، هل تعتقد أنه الدول الإفريقية خطت بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح تجاه يعني الإصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد الإفريقي، أم أنه لا تزال الدول الإفريقية تراوح مكانها في هذا الموضوع؟ ربما أنا تصوري هو ملف فيه نوع من يصنف بأنه شائك إلى حد ما، لأنها تدخل فيه أيضا الاعتبارات السياسية. يعني قضية المناصب داخل الاتحاد الأفريقي أصبحت قضية تطرح نفسها بقوة، وأن من الأهمية بمكان التركيز على عنصر الكفاءة ولا نكتفي فقط بقضية البعد الجغرافي. فأنا أتفق مع حضرتك فيه جليا بشكل كبير، لكن أيضا يجب أن نعترف أن هناك إشكالية حقيقية تتعلق بالبعد المالي أو الإصلاح المالي في الاتحاد الأفريقي، لأنه مرتبط بأهم النقاط وهي تحديدا ما يتعلق بعمليات حفظ السلام وإقرار السلم والأمن في العديد من الدول. للأسف ما زال التمويل يأتي من الخارج، لدينا إشكاليات مهمة في بعض المناطق للأسف تتولاها دول كبرى، على سبيل المثال في دول مجموعة الجي 5 في الساحل والصحراء التمويل يأتي بالأغلب من فرنسا بشكل كبير، وبالتالي أنا في اعتقادي دي إشكالية هيكلية تواجه الاتحاد. هناك اعتبارات سياسية أحيانا تغلب القضية، هناك البعض يفضل المناصب تكون لدول معينة بعيدا عن قضية الكفاءة بعيدا عن قضية المهنية بشكل كبير، وبالتالي أنا أعتقد التفكير المثالي في هذه الحالة فكرة مجموعات تكنوقراط ومجموعات متخصصة تكون رافد وداعم لمؤسسات الاتحاد الأفريقي بعيدا عن المحاصصة السياسية، هذا أعتقد أحد الحلول التي يجب أن يتم التفكير فيها بشكل كبير. أختم اسمح لي بملف ثالث مهم، وملف البعد ومنطقة التنمية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية. ربما الحديث يطول فيها دكتور رمضان، بعتذر لحضرتك فقط لضيق الوقت، وأشكرك شكرا جزيلا على هذا القدر الذي قدمته دكتور رمضان قراني رئيس تحرير مجلة أفاق إفريقية.
مشاهدينا الكرام مباشرة نتجه بكم الآن إلى مجلس الأمن الدولي لمتابعة هذا الجانب من المناقشات التي تدور في المجلس حول تطورات الأوضاع في سوريا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة والعمليات التركية التي جرت هناك والمواجهات التي جرت ما بين عناصر من الجيش التركي والجيش السوري. نتابع. أو معرضين للخطر، وهؤلاء المكتظين في المناطق الصغيرة في الشمال الغربي في إدلب. الوقت قصير، الخطوط الأمامية انتقلت الآن إلى بضع كيلومترات في مدينة إدلب، ومن ثم أكرر دعوة سجير بيدرسون لوقف فوري للأعمال العدائية والتعاون على صعيد الجهود الدولية الجادة حول إدلب. لقد أصبح ذلك حتمية إنسانية، وقف إطلاق النار سيكون الخطوة الأولى تمشيا مع القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وهذا أمر يبقى جوهريا. وكما قال جير أيدان، ما هو مطلوب هو حوار أصيل وحقيقي بين أطراف النزاع من أجل حل سياسي دائم وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. شكرا لكم السيد الرئيس. أود أن أشكر السيد لوكوك على إحاطته، وأعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيانات. أعطي الكلمة للولايات المملكة المتحدة. شكرا جزيلا السيد الرئيس. الكابوس الأسوأ المتعلق بإدلب قد حدث كما قال لنا مارك. الأمم المتحدة كانت تحذر من ذلك، تحذر من هذا اليوم على لفترة طويلة، وهذه بيئة تحدث فيها الكوابيس كل ساعة. وإدلب كانت دوما الملجأ الأخير والملاذ الأخير لكل هؤلاء. مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا كان هذا جانبا من جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناقش تطورات الأوضاع في سوريا، ويقينا هيكون هناك مزيد من المتابعات الإخبارية لهذا الملف في خدماتنا الإخبارية اللاحقة. بكده بننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم بعض من أهم ملامح تطورات الأحداث خاصة في مصر. نخرج إلى فاصل، بعده نبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية في حلقة الليلة. بعد قليل سنشرف بدكتور ميرفت الحسيني محمد الخبيرة الاقتصادية عضو اتحاد الصناعات، سنتحدث عن انطلاق الدورة الخامسة لقمة مصر للأفضل تحت رعاية رئيس الوزراء. نتابع بداية هذا التقرير حول هذا الموضوع ثم نبدأ النقاش بعده مباشرة. بحضور 700 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات في السوق المصرية، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لقمة مصر للأفضل بتكريم أفضل 100 شركة وأبرز 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال لعام 2019. طبعا منتدى الخمسين من المنتديات النسائية الهامة، يمكن كان من أول التجمعات اللي كان بيكرم سيدات ساهموا وكان ليهم تأثير في الاقتصاد المصري. ده مش أول تكريم ليا من منتدى الخمسين، اتكرمت قبل كده في 2016. هما بيبصوا على الست، يعني السيدات ناجحين قد إيه في عملهم وقادرين يأثروا إزاي في المجتمع، وبيقيسوا الكلام ده بإيفاليويشن معين هم عندهم. طبعا أنا سعيدة جدا أنهم بيكرموا المرأة المصرية اللي بتشتغل وبقت زيها زي الراجل وعاملين شغل كبير. وطبعا الدكتورة مشيرة خطاب والدكتورة مديحة خطاب الاثنين متكرمين، وناس كتير كلهم يستحقوا التكريم لأن اشتغلنا كتير. نجاحات اقتصادية في مصر سلطت القمة الضوء عليها، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاع العام والخاص عن طريق الابتكار، نجاحات كان صداها يتردد بحضور عدد من الوزراء كان لهم نصيب أيضا من التكريم. هو جلسة مصرية بتقول إن لسه مصر قادرة، وإن إن شاء الله نحن في اتجاه إن احنا نقوم مصر بأيدينا وتبقى فعلا نوصل لعشرين ثلاثين. في كل المجالات المرأة الحقيقة قدرت إن هي تاخد دور كبير جدا، وأنا فخورة إن أنا من ضمن الثمان وزيرات الموجودين في الحكومة المصرية. بالتأكيد إنه هذا التكريم ليا ولزملائي وزميلاتي النهاردة في هذا الحفل المتميز
إضافة لي أنا شخصيا. خلال فعاليات القمة تم استعراض استراتيجية وزارة التخطيط للاستثمارات العامة للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة. قمة مصر للأفضل رسمت خلال احتفالها لوحة من النجاحات الاقتصادية للعديد من شركات الأعمال في السوق المصرية، فكان تكريم 100 شركة من رواد الأعمال بالإضافة إلى 50 سيدة لدورهن الفعال في مختلف المجالات. رمضان المطعني، النيل.